السلام عليكم. ان شاء الله نكمل مع بعض النهاردة الجزء الثاني من الباوربوينت. يا رب يكون الجزء الاول مفيد بالنسبة لحضراتكم. ان شاء الله نكمل كل البوينتس اللي بقينا في الجزء ده. نقول بسم الله. هنكمل مع بعض على الفايل اللي احنا عملناه المرة اللي فاتت. جماعة كنا مسيبينه على الديسكتوب اسمه First Presentation، او دبل كليك عشان افتح الفايل. بما اني انا عارف مكان الفايل بتاعي، فانا بفتح على طول من مكانه، دبل كليك على الفايل عشان يفتح معايا. ادي الفايل. طبعا هو مش ده الداتا اللي كنا بنجرب عليها، بس ده كام سلايد كده جاهزين انا سميتهم بنفس الاسم عشان نشتغل عليه. ففتحنا كده البرزنتيشن بتاعتنا. عندي فيها 6 سلايدز، فكل سلايد فيه لو وقفنا عليه كده عشان افكر حضراتكم اهو بالماوس بتنقل بين السلايدز. وقفنا في الفيديو اللي فات ان انا ازاي اعمل انسرت البيكتشر والورد ارت. النهارده هنكمل مع بعض. واول بوينت عند حضراتكم حسب الجدول او البوينتس اللي كانت موضوعه الاوتو شيبس او الاشكال التلقائيه، ان انا اقدر اعمل اي اشكال انا عايزها باستخدام الباوربوينت. عشان اعمل اوتو شيب هروح اي حاجه انسرت، يبقى على طول من التاب اللي اسمه انسرت، وبدور على الشيبس اهو. يا جماعه اول ما هعمل كليك كده على السمول ايرو ده، هبص الاقي عندي دروب داون ليست او بنسميها قايمه كده منسدله من الاوامر. حضراتكم تقدروا تختاروا منها الشكل اللي انتوا عايزينه. كل شكل من دول انا هعمل عليه كليك واخد ارسمه عندي في السلايد. هناخد اي شكل بقى. انا مش هقدر اجرب طبعا كل الاشكال مع حضراتكم، بس حضراتكم بامكانكم استخدام كل الاشكال دي. هرسم شكل منهم نتعامل معاه، وكل ده يتطبق على باقي الاشكال. مثلا سي هنا انا هاخد الشكل ده، تمام كده. اي مكان في السلايد الاوتو شيبس ميزتها ان انت حضرتك في اي مكان زي التكست بوكس كده ممكن ارسمه في اي مكان انا عايز اكتب فيه بشكل فيه شكل جمالي شويه. هرسم كده. بعد ما رسمت، مجرد ان الكنترولز ظهرت معايا حوالين الشيب، خلاص انا بقدر احركه في اي مكان انا عايزه في السلايد بمنتهى الحريه. مفيش اي مشكله، مفيش مشكله خالص. ممكن احطه على الصوره كده، ممكن احطه فوق الصوره، وهقول لحضراتكم ازاي اخليه يبقى في الباك جراوند بتاع الصوره لو انا حابب، يعني زي ما حضراتكم عايزين. طيب انا هثبت هنا. في بعض او معظم الفوتوشيبس هتلاقي معظم الاوتو شيبس هتلاقي فيه مثلا زي سمول كده سكوير لونه يلو كده. بصوا حضراتكم ده بيتحكم لي في بعض الاجزاء من الاوتو شيب نفسه او من الشكل اللي انا رسمته. لو انا عايزه دي عامله زي السبيتش كده، حد هيتكلم، فانا حبيت ايه احسس الطالب ان هو ان الشخص ده هو اللي بيتكلم، فحاول بقى اظبطها كده بحيث ان انا ايه اظبط التاثير بتاعها تمام كده، كما لو كان الشخص ده بيتكلم. بعد كده زي ما قلت لحضراتكم، اي اوبجكت انا عامل له سيلكشن ظاهر معايا الكنترولز حواليه، ببص على طول فوق الاقي فيه تاب اسمه فورمات، هو اللي اكتف معايا. تاب الفورمات ده خاص بالاوبجكت اللي حضرتك عامل له سيلكت. اروح من هنا اقدر اغير، اختار ريدي فورماتنج. دي اشكال فورماتنج جاهزه، حضرتك تقدر تختار منها اللي يريحك. كمان ممكن اروح اعمل انا الكالرنج او الفورمات باستخدام الكالرز. وهنا كمان بقى عشان الاوتو شيب ليه اوتلاين خط خارجي اهو، اهو الاوتلاين شيب، ممكن اغير في اللون بتاعه. مش بس كده، انا من الاوتلاين شيب ده كمان ممكن اغير في سمك الخط بتاعي او في الشكل بتاعه، يعني ممكن اغير السايز كده، وممكن اروح اختار اصلا ان انا عايزه كده داش مثلا او نقط زي ما حضراتكم عايزين. الشكل اللي يعجبني انا هختاره، وممكن ارجع تاني اغير في السايز عشان تبان لحضراتكم شويه اهو. طيب بعد كده انا بعمل الشيب ده في الاخر عشان اكتب فيه. ممكن اعمل خلاص خلصت الفورماتنج بتاعه، خلصت البوزيشن اللي انا عايز احطه فيه، فبعد كده هبدا اكتب. اكتب عربي يبقى الت شيفت يمين، انتر. عايز اكتب انجلش الت وشيفت شمال. هاي ماي دوك. اوكي طب خلصت كتابه. الفورماتنج نفسه واللون بتاع الكتابة أنا عايز أعدل فيه. طيب حضرتك عايز تعدل في النصين مع بعض ولا كل نص عايزه بلون؟ لو أنا عايز أغير في كل نص، العربي لوحده والإنجليش لوحده، يبقى هعمل سيلكت الكل
لكل كلمة يعني لكل جزئية أنا عايزة أعدل عندي. أنا لسه زي ما أنا واقفة على نفس التاب اللي هو الخاص بالفورمات بالفوتوشيب، وأروح أختار إن أول كلمة دي باللون الأحمر. طيب بعد كده عايز الكلمة التانية، هروح أعمل لها سيلكشن، تمام كده، اللي هي الجملة التانية الإنجليش، وهروح أختار لها شكل تاني خالص، ممكن أختار مثلا أي تأثير من دول. طيب أنا عايزة أغير في السايز كمان، يعني أنا الكلام خطه صغير، عايزة أغير في السايز. أقول لحضرتك في الحالة دي روح على الهوم تاب، واختار من الفونت الخاص بالفورماتنج بالتكست، وهبتدي أعمل إيه، يا إما أختار من هنا من دروب داون ليست دي السايز بتاع الخط على طول، الفونت سايز اللي أنا عايزه، أو بشتغل من هنا حرف letter A ده اللي هو الكبير، ده معناه إن هو السايز بتاع الحجم أكبر، التاني السمول ده عشان يصغر لي الخط. لو انا عارف الرقم اللي انا بشتغل عليه بشتغل عليه. وعموما في الباوربوينت يعني مبدئيا ما يبقاش الخط اقل من 32. لما تكون بنعمل حاجه للطلبه يفضل ان الخط اللي حضرتك بتشتغل بيه ما يقلش عن 32، لان اقل من 32 مع الطلبه بالذات بيبقى صغير، عشان يبقى الخط واضح وحضرتك بتعمل فيو او شو للبرزنتيشن. ده يفضل. لو جه حد قال لي بقى انا عايز الاوتوشيب ده يبقى behind the picture او العكس مفيش مشاكل، فانا هعمل selection للاوتوشيب زي ما انا بالظبط كده، وهتلاقي فيه معانا امر اسمه arrange، وهعمل كليك على الدروب داون ليست. فانا عايز الشيب ده يبقى فين، bring it front يعني عايزه يطلع يبقى ظاهر معايا قدام هو اللي في الاول، send it to back، فانا هقول له لا في الحاله دي والله انا عايزه send it to back. ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ الاوتوشيب بتاعي بقى behind بس الصوره ليها خلفيه زي ما حضراتكم شايفين، فعشان كده الخلفيه غطت لي على الكلام بتاعي. في بعض الصور ما بيبقاش ليه خلفيه، فبيبقى سهل ان حضرتك تعمله behind. طبعا انا كده الشكل ده كده بالنسبه لي مش تمام، فهرجعه تاني، هقف على الاوتوشيب تاني وهقول له لا لو سمحت bring to front تاني، وهبتدي احركه اقول ايه، خلاص الصوره ما دام لها خلفيه، صوره خلفيتها لونها وايت فمش باينه بالنسبه لي، فعشان كده ظهرت، فلا يبقى ده الشكل الانسب. بعض الصور ما بيبقاش ليها خلفيه، فبيبقى سهل انك تعمل القصه دي، تمام كده يا جماعه. ده بالنسبه للاوتوشيب. هروح على سلايد سكند ثيرد سلايد، هعمل كليك، انا كده خلصت الاوتوشيب، من انسرت هلاقي فيه عندي امر اسمه سمبل، هعمل كليك. في عندي الاول جنب كلمه فونت دي دروب داون ليست. الدروب داون ليست دي يا جماعه لما نمشي عليها كده كل ايتم فيهم فيه رموز مختلفه عن التاني. مثلا سي لو احنا بنتكلم عن حبايبي الصف العربي كلهم، هنختار مع بعض Arabic تايب سيتنج، ودي هتلاقوا فيها حضراتكم التشكيل وحروف بالتشكيل وبعض الكلمات زي اللي ممكن حضراتكم تحتاجوها، زي صلى الله عليه وسلم، زي محمد، زي لفظ الجلالة، اللي هي التشكيل والتنوين في بعض حاجات وبعض اختصارات في الكتابة. ممكن حضراتكم، هي طبعا كلها ليها اختصارات بالكيبورد، بس دي ممكن تساعدني ان انا ما اقعدش ادور او احفظ اختصارات التشكيل والكلام ده من على الكيبورد ازاي. لا، ممكن حضراتكم تستغلوا الاوبشن اللي هو خاص ب insert السمل او ادراج الرمز في ان انا استعيد على اني ادور او احفظ او انزل الفايل اللي خاص باختصارات الكيبورد. عشان اجرب مع حضراتكم السمل هعمل انتر، وهاجي اعمل الت وشيفت يمين زي ما اتفقنا عشان عايز اكتب يمين، واروح رايت تو ليفت، اعمل كنترول زي عشان هو اتنقل معايا فوق، هعمل رايت تو ليفت دايركشن عشان انا عايز اكتب عربي، بعد كده الت وشيفت يمين، تمام كده، وهكتب محمد، هعمل سيلكشن بالكلمه، وبعد كده هكبر الفونت، تمام، وعايز اكتب بعد ده صلى الله عليه وسلم. خلاص هروح من انسرت واقول سمل واختار صلى الله عليه وسلم، واقول له انسرت كلوز زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. ممكن اعمل لها سيلكشن واروح من هوم تاب، اي حاجه خاصه بالفونت او الفونت، اي فورماتنج خاص بالتكست عموما، من هوم تاب الجزء اللي اسمه فونت اهو، وهعمل ادوس كده واكبر لحد الشكل اللي يرضيني،
وممكن اكمل النص او الكتابة الحاجة اللي انا عايزة اكتبها عادي، مفيش مشكلة. تمام كده؟ طيب لو انا رجعت تاني عملت left to right، بعد كده alt وشيفت شمال، اوكي، عشان يكتب معايا ايه؟ English. وراح اقول له انا عايز اعمل inserting لبوليت من دول، insert bullet يا جماعة من دول. قلت لحضراتكم في الاول ان انا عندي البرزنتيشن بتديني اماكن او لاي اوت في البوليت. طب انا لو عايز اغير البوليت دي من هنا، من هوم تاب، في زي ما انتم شايفين حضراتكم كده فقرة اسمها paragraph او جروب بنسميه paragraph، دي بنسميها كل واحدة من دول بنسميها جروب، فيها مجموعة اوامر اهي، تختار حضرتك البوليت اللي انت عايزه. ده لو انا عايزة شكل، وهكتب مثلا سي اي جملة. تمام كده؟ وبعدين عايز اعمل الجملة دي انا حاططها للطالب صح او غلط، فعايز اعمل تو براكتس، فاعمل ايه؟ شيفت مع القوس من الكيبورد، شيفت يا جماعة مع البراكت من الكيبورد، وهمشي شوية واقفله تاني اللي هو العكس، هتلاقيهم قوسين كده قدام بعض، كل مرة شيفت مع البراكت هيفتح القوس او يقفل القوس معاك. تمام؟ طيب انا بعمل ده ليه؟ انا عايز اعمل الجملة دي صح او غلط، true or false. هعمل ايه بعد ما عملت شكل سواء في العربي او في الانجليش؟ طبعا هقف هنا، اروح من insert، اختار sample تاني، بس المرة دي هغير. فكل مرة بختار، حضراتكم ممكن بقى كل جروب من دول نقف عليه ونشوف ايه الرموز المتوفرة فيه اللي انا محتاجها، اي رمز يخطر على بال حضرتك ممكن تلاقيه. تمام؟ انا دلوقتي عايزة true or false، اهو ظهر عندي في wedding 2، فهختار مثلا true واقول له insert. تمام كده؟ طيب بعد كده هقول له close، وهنزل اعمل انتر، فطبعا شكل البوليتس بيتنقل معايا. طبعا انا ممكن ازود ده كده، وممكن صغر حجم الخط شوية، لو وقفت على فورمات هنا في التكست قلت له وصغر حجم الخط شوية من الهوم تاب، عمل تصغير شوية. تمام كده؟ هرجع اقف تاني واقول انتر، وهكتب جملة تانية. تمام؟ نفس الفكرة، شيفت هي على الكيبورد، المفروض شيفت مع 9 فيرست براكت وسبيس من على الكيبورد اهو، وبعدين شيفت مع الزيرو. تمام كده؟ وهرجع اعمل كليك في النص، نص البراكت بتاعي، وعايز اعمل انسرت للفولس، فاروح انسرت سامبل تاني واختار الفولس. وعايز اقول لحضراتكم ان كل رمز بتعمل له انسرت او ادراب هيظهر عندك في الـ recently used summaries، يعني اخر حاجة انت استخدمتها، يعني مش كل مرة. يعني شايفين الدروب داون ليست فيها ايتمز قد ايه، كل واحدة من دول لو حضرتك وقفت عليها بتديني اشكال غير التانية، كل واحدة من دول فيها اشكال. فطيب انا بقى في اشكال انا بستخدمها على طول، فكل مرة اقعد ادور عليها؟ لا، مش كل مرة هتدور عليها ولا حاجة، لان بيظهر لي هنا مع استخدام حضرتك كل سمل بتستخدمه بيظهر هنا في الاخر. تمام؟ انا كده هقول له insert. تمام كده؟ وكلوز، الاقي ظهرت معايا في علامة الفورس. تمام كده؟ طيب بالنسبة ل stuff الماس، عندي ازاي اكتب الاكويجن، فادي اشكال الاكويجن بقى حضراتكم عيشوا واختاروا المعادلة الحسابية اللي حضراتكم عايزينها. كل الحكاية ان انا بختار ليها، بعمل insert بختار شكلها، اول ما بتنزل عندي بيظهر ليها formatting tool خاص بيها خالص، عشان حضرتك تقدر تختار العلامة اللي عايزها. فانا مثلا عايز اكتب هنا بدل minus b عايز اكتب number، يعني حضراتكم بقدر، انتوا ادرى مني بالمتاح، المهم ان انا اقدر اغير بعد ما اعمل insert للequation، اقدر اعدل عليها او اعمل formatting زي ما انا عايز، مفيش اي مشكلة خالص. تمام كده؟ تمام. هنتقل دلوقتي لسلايد 4، click on slide 4، وعندي من insert لسه مستمرين معاها، في امر عندي اسمه screen shot. الامر ده يا جماعة انا ممكن ناس كتير تحتاج له. الامر ده بمثابة او مقابل ليه البرنت سكرين من الكيبورد.
اللي هو ان انا اعمل صورة لاي حاجة انا فاتحها على الديسك توب. سي ان مثلا حضراتكم فاتحين فايل تاني او فايل خاص بالمنهج مثلا في مايكروسوفت وورد، وعايز في جزئية معينة او صورة في الفايل ده مس ندى الجميلة حطها لنا وعايز اخدها، هي هيها نفس الصورة عندي في البرنت سكرين الخاص بالباوربوينت، في الصور الخاصة بالباوربوينت، مش عايزة اروح بقى ابحث هي جايبها منين والكلام ده. طبعا في اكتر من طريقة، بس اسهل طريقة وانا في الباوربوينت ان انا افتح الفايل اللي هو المايكروسوفت وورد الاول، انا يعني هتخيل مع حضراتكم ان ده الشيت اللي حضراتكم فاتحينه، وارجع للبرزنتيشن بتاعتي في الباوربوينت واروح من انسرت واختار الامر اللي اسمه سكرين شوت، وهعمل الامر اللي اسمه سكرين شوت، وهعمل كليك على الدروب داون ليست اللي هو السمول ايرو الاسود ده، واختار سكرين كليبنج، هيقوم جاي على طول جايب لحضرتك الفايل اللي انت فاتحه على الديسكتوب، واختار الجزء اللي انا عايزه من الفايل. لو انا في صوره مثلا هي اللي عايزاها اهو، كليك ودراج، انا بفضل ضغط بالماوس وبسحب بمشي بايدي لحد ما اظبط الجزء اللي انا عايزه، سواء كانت الصوره اللي عجباني في الشيت وعايزه احطها للولاد هي هياها، سواء كان جزء مكتوب كده كده وانا مش عايزه ارجع اكتبه تاني لانها هحطه زي ما هو. ايه اللي بيحصل؟ مجرد ان انا رفعت ايدي من على الماوس، الصوره راحت معايا فين؟ في الباوربوينت، بقت صوره عاديه جدا ممكن احطها في اي مكان تمام كده اهو، واعمل عليها الفورماتنج الخاص باي صوره. تمام كده يا جماعه، دي زي ما قلت لحضراتكم ممكن تفيدنا في حاجات كتير قوي واحنا شغالين، ان يبقى عندي السورس وبسحب منه، او عندي حاجه مثلا في النت، whatever اللي حضراتكم عايزين تعملوه، بس هتفيد مع ناس كتير في حاجات بدل ما اقعد اكتب بايدي او اجيب نفس الصور او ابحث عنها. دلوقتي بقى مع بعض هروح اقف between slide 3 and 4، من هوم تاب هعمل نيو سلايد على اليلو ستار بقى زي ما اتفقنا، هغير اللي اوت، اتفقنا بقى على قصه اللي اوت دي، ومن اللي اوت عندي في انسرت تيب، انا ممكن اجيبه من قائمه انسرت عادي على فكره يعني، بس ده اللي هو السهل بالنسبه لي او الواضح بالنسبه للناس اهو، من انسرت تاب وهدور على تيبل فهتلاقيه موجود حضرتك اهو، وهنا رسم لي عدد الرو والكولومز اللي حضرتك ممكن تختارها، عدد الصفوف ايه، عدد الاعمدة ايه اللي انا عايزها، بختاره زي ما انا عايز. شوف حضرتك التيبل بتاعي اللي انا مختاره ايه، تمام، وابدأ اكتب واتنقل بتاب، انا بتنقل بتاب او ممكن كليك بالماوس تاب من الكيبورد او بالاسهم اللي على الكيبورد، مفيش اي مشكلة. ولما احب ازود عدد الصفوف في الجدول بروح على اخر سيل او اخر خليه في الجدول بتاعي وبعمل تاب، على طول بيظهر لي رو جديد او صف جديد وهكذا. اول ما بوصل لاخر سيل وبعمل بريس تاب بيزود لي عدد الرو لو انا محتاج رو زياده. طيب الجدول زي اي اوبجكت حضراتكم تقدروا تحركوه في اي مكان في السلايد، كمان ممكن اتحكم في الحجم بتاعه من الكنترولز، ممكن اروح اغير في الفورماتنج، دي الفورماتنج الخاصه بالتيبل، فحضراتكم ممكن تختار الفورماتنج اللي انا عايزه. لو لاحظتوا التيبل مختلف شويه لان مش ظاهر لي فوق قائمه او تيبل اسمه فورمات زي اي اوبجكت، لا ظاهر لي حاجه اسمها تيبل تولز وتحتها كلمه ديزاين، دي خاصه بالشكل بتاعه والالوان والبوردر، ممكن اغير فيه زي ما انا عايز، دي كلها تنسيقات، مجرد ان حضرتك بس ترسم الاوبجكت خلاص على طول بص فوق وانا اعمل سيلكشن هتلاقي كل التولز اللي ظاهره عشان تعدل الفورماتنج على الاوبجكت. مع التدريب ومع الشغل حضراتكم بعد كده بتغيروا براحتكم، يعني هي الفكره ان انا بس اعرف الاوبجكت او الامر ده جاي منين وبعد كده اقدر اعدل فيه، ممكن اختار الشكل الرئيسي خالص للتيبل تمام كده. طيب عشان احركه اتفقنا اول ما يظهر المؤشر الرباعي ده يقدر يحرك لي اي اوبجكت من مكانه، اول ما بيظهر الايرو الاسود ده للسيلكت، حضرتك عايز تعمل سيلكت، ولو بالعرض كده يبقى هياخد الرو كله. طب لو انسايد ذا سيل اهو واحده واحده تمام كده. طيب انا عايز بعد ما عملت التيبل بتاعي، لا ده فيه كولوم زياده
اعمل حضرتك سيلكت من فوق كده، خلاص اتفقنا ان الايرو والبلاك ايرو ده للسيلكشن، اعمل كليك وبعدين عليه بالظبط رايت كليك، هيظهر لي الامر اللي هو ديليت، اختار ديليت. ديليت ايه بقى؟ لو انا عملت ديليت على الاولانيه عليها على طول مباشره كده، يبقى انت كده حضرتك بتلغي التيبل كله. لكن انا هختار ديليت ايه، اقول له انا عايز اعمل ديليت للكل، شالهولي. طيب وانس ان انا كتبت هنا كده 5 وجيت قلت لك لا ده انا الرو اللي هو نمبر 3 ده انا عايز اشيله خالص، كليك وبرده ديليت. قلت لحضرتك انا عايزه اشيل الرو نمبر 3، فهعمل ايه؟ سيلكت اهو. لو انا عملت ديليت من الكيبورد هيمسح لي بس المحتوى اللي جوه، يعني هيشيل لي رقم 3. بصوا حضراتكم كده، يعني لما اكون عايزه اعمل امسح الكلام اللي موجود جوه يبقى بتعمل ديليت من الكيبورد. لكن انا دلوقتي عايزه اشيل الرو نفسه، فالمفروض اعمل سيلكشن وبعد كده رايت كليك والسيلكشن موجود، هيظهر لي على طول ديليت. هعمل كليك على السمول ايرو ده وبعد كده اختار المره دي ديليت رو. طيب لا ده انا عايز اعمل ايه، ديليت للتيبل كله، اعمل سيلكت للتيبل فوق كده اهو، خدت الكولوم كلها، انا كده عملت سيلكشن للتيبل كله. واقول له ايه، رايت كليك واختار ديليت، ديليت تيبل. خلاص انا كده عملت حذف او ديليت للتيبل بتاعي. عايزه ارجع في كلامي يا جماعه، كنترول زي فروم ذا كيبورد او اندو من فوق، تمام كده، ترجعك اخر خطوه او اخر خطوات عدد من الخطوات معين، تمام كده. افضل ادوس كنترول زي، كنترول زي بيبقى هو مسيب لي كام خطوه كده لو انا غلطت في كذا خطوه وعايزه ارجع فيهم تاني، تمام كده. كده بالنسبه للانسرتنج تيبل. طيب نيجي بقى ازاي اعمل انسرت لاوديو او فيديو عندي موجود على الجهاز او فيديو انا نزلته من اليوتيوب وشايف ان الجزئية دي هتفيدني في الدرس مع الولاد وعايزة انزلها لهم. فانا بكل بساطة هروح من insert tab وهروح على الجروب اللي اسمه ميديا وهختار منه audio on my pc. لو حضرتك مسجل ساوند او في اغنية انا منزلها على الكمبيوتر او منزلها على التليفون الموبايل بتاع حضرتك وعملتها بالوصلة بتاعت الموبايل ونقلتها على الكمبيوتر، فانا اقول له from بي سي واروح شوف فايل الساوند بتاعي انا مسيبه فين او الاغنيه دي لو حاجه تفيدني في الدرس وعايزه انزلها للولاد، واقول له ايه انسرت. كل اللي حضرتك هتغيره بعد كده انا هبقى اعمل السليكشن او صهر، اتاكد ان هي دي الحاجه اللي انا عايزها، تمام اتاكدت خلاص بروح على طول. وحضرتك عامل سليكشن للاوديو او الساوند ده بلاقي فيه حاجه عندي تاب اسمه اوديو تولز بلاي باك الخاص بالساوند بتاعي، هختار بس من جنب كلمه ستارت دي اختار اوتوماتيكلي مش باي كليك، عشان ده معناه ان حضرتك اول ما يتعرض شو بعد كده يظهر لك الساوند معاه او تظهر الاغنيه في البرزنتيشن او في السلايد ده، تمام. وهحطه في اي مكان انا عايزه، ما عنديش اي مشكله خالص. وممكن كمان اعمل هايد ديورنج شو لشكل للشكل ده، يعني لما اروح على الشو ما يبقاش ظاهر ان في شكل ساوند او في السماعه اللي موجوده دي، لو انا حابب كده بشيلها ما فيش مشكله. لو انا عايز بقى اجيب فيديو، لو انا عايز اعمل انسرتنج الفيديو، تمام كده، فهرجع خلاص انا هروح لسلايد تاني خالص او هعمل نيو سلايد تاني مفيش مشكله، هغير اللاي اوت هجيب ده، هروح من insert واختار فيديو، فهيسألني حضرتك هتجيب الفيديو ده اونلاين، يعني انا عندي نت على الجهاز وهجيبه اونلاين ولا ده موجود على الكمبيوتر عندي. لو هو موجود على الكمبيوتر بقوله from pc وبشوف على الكمبيوتر بتاعي فين الفيديو ده، بدور على الفيديو اللي عندي say ده فيديو اهو، فهقوله insert ادي الفيديو، بس تفتح البلاي باك وبرضه هقوله ايه اوتوماتيك مش باي كليك، تمام. ده في حاله ان انا عملت انسرت لصوت او فيديو جاهزين عندي موجودين على الكمبيوتر. طيب في حاله يا جماعه ان انا بعمل انسرتنج للفيديو او ساوند
موجود اصلا على الجهاز، اي انا عايزه اضيفه للبرزنتيشن، سي هي اغنيه او حاجه انتوا حابين حضراتكم شايفين ان هي تعليميه هتفيد معاكم في شرح الدرس، لكن قصه ان انا اسجل انا الصوت لا، دي انا هخليها للاخر خالص، هقولها لحضراتكم ازاي. اللي انا هعمله دلوقتي هروح لجزئيه، الاول انا غيرت بس من الديزاين، غيرت الباك جراوند البرزنتيشن بتاعتي مثلا، ده شكله كويس تمام، صغر الاوتوشيب شويه. طيب انا دلوقتي هروح لحاجه للترانزيشن، ودي خاصه من الترانزيشن تاب، دي خاصه بالحركه الانتقاليه بين السلايدز، يعني دي كلها اشكال فورماتنج بتدي، يعني بتخلي البرزنتيشن بتاعتي غنيه شويه في العرض وملفته للطلبه. يعني كل سلايد هو في حاله الان والاوت، دخول السلايد على السلايد اللي بعده، شكل الحركه ايه او الموشن بتاعته ايه. اول ما بعمل كليك على ترانزيشن، شايفين حضراتكم في عندي جروب اسمه ترانزيشن تو ذيس سلايد، بعمل دروب داون ليست كده، فبيظهر لي كل دي اشكال حضرتك ممكن تستخدمها. طيب وبشوف تاثيرها فوري عشان اشوف هطبقها ولا لا، يعني سي مثلا اخترت ده، طيب هنختار ده، اتمنى تكون الشكل واضح بالنسبه لحضراتكم. دخلت السلايد حاله الان والاوت على السلايد اللي قبليه او اللي بعديه، تمام كده. طيب انا بختار الشكل اللي يعجبني، ممكن حضرتك تمشي على كل سلايد تختار الترانزيشن اللي تعجبك زي دي كده مثلا، وممكن ان انا اختار تأثير واحد زي ده مثلا واقول له apply to all. وطبعا لما يكون حد لسه بيشتغل انا بفضل الاختيار ده، ان حضرتك تختار ترانزيشن يكون شكله بسيط او شكله مقبول، يعني ما فيهوش حركة اوفر، وبعد كده اقول له زي ده مثلا واقول apply to all. في الحالة دي الترانزيشن بتاعي بيتطبق على كل البرزنتيشن. طيب انا عملت كده الحركة between slides، طب انا عايز التأثيرات بقى اللي هي خاصة بالانيميشن الخاصة بكل اوبجكت جوه. كل اوبجكت، انا بقول كل اوبجكت ليه؟ لان كل الاوتوشيب ده اوبجكت، البيكتشر دي اوبجكت، النص اللي في التايتل ده بتعامل معاه كاوبجكت لوحده، الجزء اللي هو خاص بالتكست ده اوبجكت لوحده، كل حاجه حضرتك حاططها في السلايد دي بالنسبه لي اوبجكت انا هحركه لوحده. طيب ترتيب الحركه ده يرجع لحضرتك، عايز ايه اللي يظهر الاول. طب فرضا ان انا اخطات وانا شغال وبعمل ترتيب الانيميشن، هنعرف هنعدل ازاي. هنيجي الاول اعمل سيلكت الاوبجكت الاولاني، انا عايز التايتل هو اللي يظهر الاول تمام، فهروح على من التاب اللي اسمه انيميشن وهختار ايه شكل الحركه، اهو على طول ظهر عندي جروب اسمه انيميشن، اوري لحضراتكم تاني جروب، ده الجروب اللي اسمه انيميشن، هعمل كليك على الدروب داون ليست او على السمول ايرو ده، هيظهر عندي دروب داون ليست فيها حركه كتير جدا، دي كلها اشكال انيميشن. طبعا مع الوقت ومع الشغل حضراتكم بتقدروا تعرفوا ايه الانسب وايه اللي انا عايزه، ايه الكلمه اللي عايزها تطير، ايه الكلمه اللي عايزها بس تتلف وتظهر وهكذا. طيب انا هختار مثلا شكل زي ده، وده بيبقى عامل زي دروب كده للتايتل. طيب انا ظهرت التايتل الاول، بعد كده اقول انا عايز الصوره اللي تظهر بعديه، ده الترتيب اللي حضرتك عايزه اثناء الشرح، وبروح اختار مثلا اي تاثير تاني، ده مثلا تاثير بيبان فوري. طيب بعد كده اقول له ايه، انا هظهر التكست بوكس ده الاول، انا شوفوا انا ببص حضراتكم بعمل كليك على الاوبجكت، ما بعملش سيلكشن جوه الكلمات مثلا، هاجي اختار دي وبعد كده هروح اعمل سيلكت للاوتوشيب اللي عندي وهعمله مثلا فلاي ان، تمام كده. بعد ما بخلص الانيميشن اللي في السلايد لكل الاوبجكت الموجوده، انا عايز اعرف السلايد بتاعتي كده انا بالنسبه لي راضي عنها ولا لا في الانيميشن، هعمل ايه؟ تحت كلمه التاب اللي اسمه فايل هتلاقي كلمه بريفيو او هتلاقي البلو ستار دي، هعمل عليها كليك، هتبص حضرتك تلاقي جايب لي البرزنتيشن بس السلايد بس اللي انا واقف عليها الفيو بتاعها ايه. لو انا تمام الانيميشن بالنسبه لي تمام، خلاص هروح على اللي بعدها واعمل نفس الخطوات. طيب لو في اي اوبجكت فيهم انا عايز الانيميشن بتاعته تبقى قبل التاني، انا اخطات فيه، كل اللي حضرتك هتعمله هتعمل سيلكت للاوبجكت ده، يعني انا مثلا عايز التكست ده هو نمبر 3، عايز هو يبقى نمبر 4 بعد الاوتوشيب، فهعمل ايه؟
هقف على نمبر 3 اللي هو الاوبجكت اللي انا عايزه، وعندي في فوق في الجزئيه الخاصه بالجروب اللي اسمه تايمينج في عندي موف ليتر وموف ال. عندي موف ليتر تمام كده، هعمل كليك واحده عليه بقى نمبر 4. لو انا عايزه نمبر 3 هعمل موف ايرليير، هعمل كليك على موف ايرليير، هعمل كليك على موف ايرليير. اوكي، ده بالنسبه لحركه الانيميشن على السلايد. ستيب باي ستيب باخد كل سلايد واعمل على كل الاوبجكت اختار له الحركه المناسبه لي، ومش هقدر اختار الحركه المناسبه غير ان انا لما بختارها بشوف الانيميشن على طول قدام عيني، فبقدر اقرر اذا كانت هتمشي معايا ولا لا. تمام كده، هروح على اخر سلايد خالص عندي، هعمل سيلكت للاوبجكت واروح من هوم تاب، وانستيد اوف البوليتس دي يعني بدل البوليتس انا عايز اعملها نمبر، فاعمل ايه من الجروب اللي اسمه باراجراف هختار نمبرنج، مش هختار البوليتس، اتكلمنا عن البوليتس قبل كده وشفنا اشكالها، لا المره دي هختار نمبر. وعندي اشكال النمبر سواء ليتر او نمبر زي ما حضراتكم تحبوا، هختار الشكل اللي يعجبني، وممكن كمان اروح زي ما اتفقنا ان انا اكبر الفونت شويه اهو. تمام كده، وبنفس الطريقه الانيميشن هقف على التايتل واختار الانيميشن اللي انا عايزه. تمام كده، واروح اعمل سيلكت للاوبجكت الخاص بالبوليتس او بالنمبرنج، وهقول برضو ان انا عايز اعمل له انيميشن كده. هو بيتعامل معاها، لو جيت اعمل بريفيو بصوا حضراتكم هيتعامل معاها 1 باي 1. طيب زي ما انتم شايفين حضراتكم الحركه بتاعت الانيميشن بتاعتها جايه من فروم رايت تو ليفت. طب لو انا عملت سيلكت كده زي ما انا واقف على الاوبجكت، بصوا حضراتكم جنب الانيميشن هتلاقي في حاجه اسمها افكت اوبشن، لو انا ضغطت عليها هنا بتختار اتجاه كل عنصر او كل نمبر حضرتك عايزه يجي منين لفين، يعني فروم باتوم ولا فروم ليفت ولا فروم رايت، انا اللي بختار. بصوا كده زي ما انا عايز، دي برضو كلها فورماتنج وتنسيقات ترجع لذوق حضراتكم في الشغل، وكل دي برضو في الاخر عناصر جذب للطالب، بتفرق قوي مع الولاد وبتبهرهم اثناء خصوصا السن الصغير يعني. تمام، طيب انا بعد كده انا كده خلصت البرزنتيشن بتاعتي وكل حاجه فيها تمام، انا عايزه دلوقتي احولها لفيديو. عشان الفيديو بتاعنا ما يبقاش بقى اطول من كده هستاذن حضراتكم، هنخلي الجزئيه الخاصه بكيفيه ضبط الصوت مع البرزنتيشن وتحويل الفايل لفيديو في فيديو منفصل. تمام، شكرا.